بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي يا سادتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسرح دولبي السينمائي الدولي بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، نرحب بكم في حفل توزيع جوائز الأوسكار العالمي. النهاردة يوم تاريخ يا جماعة، تاريخ المصري، أول مرشح مصري للأوسكار. إني بالطبع أتمنى الفوز بالأوسكار، لكني أعرف أنه لا يوجد منافسة مع المصري أحمد أمين. حقا إنه حفل رائع، لكني أتمنى رؤية الفرعون المصري المضحك. لقد قبلني عمرو واكد من قبل، ولكني أتمنى أن يقبلني أحمد أمين أيضا. أعرف أن المصريين يقبلون جيدا جدا. يا نهار أبيض عليك يا أحمد يا أمين، وهو أهو وصل 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 الفرعون المصري كوميديان العالمي أحمد أمين. يا نهار أبيض عليك يا أحمد يا أمين، جاي مصري أصيل بتاكسي مصري قديم. إيه الشياكة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الطعامة دي؟ فنان يا ابني والله أحمد أمين يا جماعة، على السجادة الحمراء حمراء حمراء حمراء. بالتوفيق يا ابني، النهاردة هات لنا أوسكار المصريين، كل المصريين مستنيينك تجيب لهم الأوسكار النهاردة، هتهنى ذهبية خالصة يا ابني. الثواني بتعد، 90 مليون ايد مرفوعة لربنا، كله بيدعي ويقول يا رب. الوطن العربي كله بانتظارك يا الامين الامين. هتعملها ولا ايه؟ هتفرحنا ولا ايه؟ كلنا مستنيين يا ابني والله، ربنا معاك، قادر يا كريم تجيبها، قادر تعملها. جائزة اوسكار افضل ممثل تذهب الى، اوه كم ارغب في العمل معه وتقبيله، انه الفرعون المضحك احمد امين من مصر. الله 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 الله، والله حقك يا الامين، والله والله فرحتك لو بنفسك يا فنان يا قدير. روعه روعه روعه، حلوه حلوه حلوه، ذهبيه خالصه اوسكار مصريه. جاوب عليا وقول لي واتس اباوت يور فيرست اوسكار يا استاذ احمد. مبروك لمصر والمصريين، جايزه اوسكار المصريين الفنان أحمد أمين. لا معلش، انا سرحت، بس هو ده وقت سرحان؟ احنا مصدقنا ان احنا لقينا لك شغلانه. يلا انا حاسس ان الشغلانه دي